مشاهدون قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من منطقة الحي الحسني. كنتواجدوا امام الدائرة الامنية ديال رياض الألفة اللي مشكورين على التدخل الفوري والجدي اللي قاموا به. ما كاملاش جوج ديال الدقائق التحقوا بالسيدة اللي ربطات بهم اتصال وقالت لهم عفوا بانها تعرضت لاعتداء من طرف موظف داخل وكالة ديال كاش بلوس، جات باش تاخذ فلوسها، وهذاك السيد اللي خدام في كاش بلوس قال لها بان الفلوس ما كايناش، تزايد معاها في الهضره، خرج دفعها وضربات رجليها اللي الله فاتحه عليها، وعيطت للبوليس قالت لك بغات دير معاهم القانون وبغات تابع هاد الناس لانهم عرضوها للاعتداء داخل الوكاله. سيدة كبيرة في العمر جات باش تاخذ رزقها، في الأخير كتولي مجرجرة طالعة الكوميسارية وبغات تابع هذاك السيد اللي وصلها لهاد الحالة هذه. الله يدير شي تاويل ديال الخير. السيدة عطاتنا صريح، قالت لنا شنو وقع ليا وسولتها واش بغيتي ديري متابعة على السيد، قالت لي أنا بغيت نتابعه قضائيا باش تاخذ الحق ديالها، لان هاد السيده هادي جات باش تاخذ رزقها، ما جات سعى حتى شي واحد وما جات طلب حتى شي واحد، جات باش تاخذ الفلوس من لاجونس ديال كاش بلس، وفي الاخير كتعرض للاعتداء من طرف الوكيل اللي خدام في هاد الوكاله ديال كاش بلس هنا في رياض الألفة. الله يدير شي تاويل ديال الخير. وحتى داك السيد اللي وقع المشكل بينه وبين السيده اللي حق الرد، لان السيده قالت لنا شنو طرا، احنا ما كناش حاضرين، وانما بناء على التصريح ديال السيده اللي دوات معانا قالت لنا شنو وقع شنو طاري. الله يدير شي تاويل ديال الخير. والسيده راه بغات غير الحق ديالها، لانها جات باش تاخذ فلوس من كاش بلس وفي الاخير كتعرض للاعتداء. وحسب ما سمعت من حدا الوكاله من عند بعض الاشخاص اللي كانوا واقفين تما، قال لك السيد اللي دار المشكله راه هرب، فالبوليس حاليا راه خرجوا كيقلبوا عليه باش يشوفوا فين مشى، واش مشى لدارو ولا مشى لشي بلاصه، لان السيده كتهمه بالاعتداء وكتهمه بانه طيح معها الهضره داخل الوكاله. فالناس راه حاطين رزقهم في الوكالة وتايقين فيها، وفي الأخير شوفوا المشكل اللي ولاو فيه، شوفوا المشكل اللي ولاو فيه. هاد السيدة ما غتبقاش تيق في هاد الوكالة هادي، وما غتبقاش ترجع لها مرة أخرى، لأنها جات باش تاخذ فلوسها وكلات لاصة. فهنا خاص تدخل ديال المسؤولين ديال كاش بلس باش يشوفوا شنو واقع عندهم وشنو طاري عندهم في الوكالات اللي تابعة لهم. الله يدير شي تاويل ديال الخير. مرة أخرى يشكرون رجال الأمن ديال رياض الألفة لأنهم التحقوا بعين المكان على وجه السرعة، تفاعلوا بسرعة وبجدية مع الشكاية ديال هاد السيدة، ربطات بهم اتصال جوج ديال الدقائق كانوا عندها، وفي البلاصة جابوا السيدة وجابوا السيد المسؤول على ديك الوكالة في انتظار الوصول الى المشتكى به. تخيل معايا تمشي تاخذ رزقك من كاش بلس وتولي واكل العصا، حسب التصريح ديال السيده اللي دوات معاها. السيده يلا فاتحه على رجليها، قالت ليه عافاك بغيت ناخذ شي فلوس، قال لها الفلوس ما كايناش، ما عندناش الفلوس. فاش دوات معاها قال لها انت جايه تسعيني، خرج لعندها دفعها. هادشي كتقولو هاد السيده ديال اللي سجلنا معاها، كتقولك دفعني ورجلي انا يلا فاتحه عليها وضربتها مع ضرباتها مع شي حاجه تمايا وعيطت للبوليس. فاش شافت راسها هاد السيد دفعها وعرضها للاعتداء، ربطات الاتصال برجال الامن، ورجال الامن تفاعلوا معها بسرعه وبجديه. مشكورين هاد الرجال على المجهودات اللي كيقوموا بها طيله ايام الاسبوع وطيله ايام السنه، يعني خدامين كيديروا اللي عليهم، كيؤديوا الواجب المهني كيف ما خصو يتأدى.
هادو هما رجال الامن، الله يخليهم لينا، الله يطول في عمرهم، لانهم هما الامن، هما الامان، هما اللي كيبقاو بالليل، هما اللي موفرين لنا الحمايه. يعني انت ناعس دارك والبوليس كيدوروا في الشارع العام باش يحاربوا الجريمه، يحاربوا كل من هو مخالف للقانون. وهذا السيد نتمنى على انه يجي ويعتذر من هذه السيده هذه باش ما يكبرش المشكل. انا السيده كبيره في العمر وجايه باش تاخذ غير رزقها، وفي الاخير شو شنو وقع لها. هي كتواجد حاليا داخل الدائره الامنيه ديال رياض الالفه، كتواجد داخل الدائره الامنيه ديال رياض الالفه. ما عجبهاش تصرف دار معاها هذاك السيد اللي خدام في الوكاله ديال كاش بلس. وعيطت لي البوليس، والبوليس تفاعلوا معها بسرعه وبجديه، غيسمعوا ليها وغيجيبوا داك السيد اللي شاكيه بهاد السيده هادي، حتى هو غيسمعوا ليه في محضر قانوني. وغادي يقدموهم النيابه العامه. ففي حاله ما بغات السيده تبقى متابعه، فاظن على ان هاد السيد هذا اللي وقع المشكل مع هاد السيده هادي يجي يطلب السماحه، لان السيده كبيره قدمو، يجي يطلب السماحه اعتذر منها. راه السيده كبيره ماشي ديال المشاكل، ماشي ديال طلعوا لابط، جي اعتذر منها طلب السماحه، والله غفور رحيم. بلا ما تخلي المشكل، بلا ما تخلي المشكل يكبر، وبلا ما تخلي الامور تطور، جي اعتذر من السيده. والسيده راه ماشي شي وحده اللي، السيده راه فاهمه واعيه عارفه شنو كدير، جي طلب السماحه وباذن الله راه تقدر تسمح لك. فالله يدير شي تاويل ديال الخير. حتى لهنا غادي نوصل على نهايه هذا البث المباشر، تبقاو على خير.